مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوارات نقدمها لكم هذا الأسبوع من قناة القرن الأفريقي من العاصمة الألمانية برلين. نستضيف اليوم الدكتور زكريا محمد، هو طبعا أحد المؤسسين لحركة العدل والمساواة في ألمانيا. قبل البدء بالحديث، مرحبا بك أستاذ دكتور زكريا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لك ألف مرة، وشكرا على التحية للمشاهدين والمستمعين أينما كانوا. دكتور زكريا، في الأسابيع الأربعة الماضية أجرينا عدة لقاءات مع مختلف النشطاء السودانيين وقادة وكوادر في حركات المسلحة وأيضا الأحزاب السودانية، وصادف أن قبل أسبوعين أجرينا لقاء مع الأستاذ أحمد تقد الموجود حاليا في أديس أبابا، قدم نفسه أمين عام لحركة العدل والمساواة، كما أجرينا من كمبالا أيضا مع أستاذ النور، هو طبعا قدم نفسه كباحث في قسم الدراسات لجيم. فطبعا اليوم نستضيفك أولا باعتبار يعني واكبنا تأسيس حركة العدل والمساواة هنا في عام 2001 أو 2002، لكن حتى نكون يعني كما تعلم أنه قناة القرن الأفريقي تعطي الفرص المتساوية للمؤتلفين والمختلفين. أيضا أنت طبعا أسست حركة مع بعضكم البعض، الآن الحركة انقسمت إلى 3 أقسام. قبل البدء أولا دكتور زكريا، عرف نفسك أنت ومتى تأسست الحركة حتى تعطي للمشاهد فكرة عن حركة العدل والمساواة، تفضل. نعم، أنا زكريا أحمد علي عبد الرحمن من السوداني، من مواليد الطينة، حتى اسمها الطينة قد يكون كثير جدا من الناس ما بيعرفوه. وشاء القدر أنه الأقدار ساقتنا، جابنا ألمانيا وقعدنا هنا وأسسنا، ودي أغلب الأسباب اللي خلانا طلعنا منها، اللي هي القهر الاجتماعي والسياسي الموجودة في السودان، ما جابتنا الباخرة بتاعتنا ولا السفينة بتاعتنا رست في ألمانيا. نعم. درسنا كثير في أوضاع بتاعت السودان ولقيناها ما ماشي صح. البلدان بتاعت العالم اللي مشينا شفناها كلها ماشي في التطور إلى الأمام. احنا عندنا مشكلة في السودان، فحاولنا اتحدثنا فيها كثير عشان نحل المشكلة دي، عشان نمشي على قدم وساق باقي الدول الثانية زي باقي الدول الثانية. و شاء القدر انه التقيت مع الدكتور خليل ابراهيم في السودان، وتناقشنا معه كثيرا، وكان فيها شيء من تقارب في الأفكار، فقررنا أنه كده ادينا فرصة خلينا نجتمع مرة تانية. فشاء القدر أنا جيت ألمانيا وهو في السودان، ومن هناك هو قرر أنه يجي، شاء القدر أنه يجي ألمانيا، وجي في ألمانيا وجي في ألمانيا عنده كورس كان بتاع التخصص في هولندا، فمشيت له تعاني أنا، قعدنا معاه وناقشنا معاه كثير في المواضيع ده. قررنا أنه الكلام لما نتكلم مع بعض يكون ونسة، حقه إحنا نقول مع بعض ونكتب حاجة مع بعض. كتبنا، قعدنا خططنا خطوط كده، كل واحد منا جاب خطوط العريضة اللي هو براو، وجينا كتبنا البتاع حاجة كده وطلع شكله. أنا ما بطال قلنا نوسع الكلام ده، ما بكون برانا نوسع الموضوع ده، يعني توسعنا الموضوع إلى أن جينا مع أخونا نصر الدين حسين دفع الله، ده من كردفان،
من منطقة اسمها اللاجاوة، وأخونا الدكتور إدريس إبراهيم أزرق من ناس مالحة في شمال أقصى شمال دارفور. فوصلنا إلى نقطة بتاعت أنه نكتب كلام ده كتابة، ومنها كتبنا المنافستو وطلعنا عملنا كده. في النهاية طلعنا إلى مرحلة بتاعت أنه الكلام ده نوسعه للناس كله، والخطوة دي عشان نعمل الكلام ده حقه نكتب الكلام ده للحكومة السودانية عشان يصلحوا الموضوع ده ويصلحوا الوضع البلد ده ماشي ده، يدخل علينا بطرق يدخل عليها بطريقة كويسة عشان البلد يصلح. ف كتبنا المانيفستو، وكانوا يعني الإخوة ديل برضو نصر الدين حسين رفع الله وإدريس أزرق كانوا متحمسين شديد جدا، متحمسين شديد جدا، شافوا الولد البلدان بتاعت العالم ده ماشي ده. يعني ما ممكن احنا نقعد بشكل زي ده، قابل للتغيير، لا بد ان يغيروا البلد بطريقة يخلينا نمشي صح. ف شلنا الجوابات ذات المنافس اللي كتبناه ده رسلناه للحكومة السودانية، والغريب الناس اللي اديناهم الرسائل دي كلهم موجودين. انا شلت الجواب ده وديته ل باريس، السفير السوداني في باريس للتجاني سالي فضيل، ده كان سفير السودان، سفير السودان في باريس، اديته له باليد قلت له وصل لنا الجواب ده للحكومه السودانيه. قال عيب وصل، قلنا كويس. شلت الجواب ده الصوره الثانيه وديته ل محمد جعفر على ما اعتقد اسمه، كان سفير السودان في برلين، نعم من الناس اللي درسوا كان في المانيا الشرقيه على ما اعتقد سابقا. دكتور زكريا، اسمح لي، نحن سنأتي في كل هذه التفاصيل الآن. طبعا نحن في وكالة أنباء القرن الأفريقي، وقبل عملية التأسيس بعدما أتى الدكتور خليل الشهيد الدكتور خليل إبراهيم إلى ألمانيا، ففي مدينة فولوتو يعني نحن يعني شاركنا كإعلاميين طبعا، ومعانا فريق من المصورين، وأول يعني مؤتمر صحفي عقد في مدينة فولوتو نحن طبعا حضرنا. الآن طبعا دعنا نتحدث حول قضية الساعة. أنا طبعا التفاصيل هذه طبعا ملم بها، ما ذكرته طبعا يعني هو جيد، وللمشاهد أيضا، لأنه طبعا الناس في الفترة الأخيرة بتتحدث عن حركة العدل والمساواة، لكنهم لا يعرفون متى تأسست وكيف تأسست ومن الذين أسسوا هذه الحركة. أنت طبعا شرحت، لكن الآن من أهداف، دعني أضع عليك السؤال، من أهداف الحركة هي طبعا طالبت إلقاء إنهاء التمييز العنصري والحكم في السودان، ورفع الظلم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي على كاهل الجماهير أو الشعب السوداني، وإشاعة الحرية والمساواة. الآن طبعا دكتور حاورنا طبعا فروع الثلاثة في حركة العدل والمساواة. أنت طبعا الآن يعني أنا حاورتك مرة ومرتين، أفتكر عندما كنت في السودان بعد عودتكم بعد مؤتمر المصالحة في جوبا، تحدثت معك أيضا وتحدثت مع الآخرين أيضا. لكن الآن القريب، السؤال المطروح في الساحة السودانية، عفوا دعنا أشوف، كان معنا الدكتور فضل طبعا يعني لم يتمكن من كان من المفترض أن يشارك معنا في هذه الحلقة، لكن الآن يبدو أنه مشاغله كثيرة جدا وهو في المطار. اتفقنا إذا تمكن من أن يلتحق بنا سيأتي في وقت متأخر. دكتور زكريا، الآن السؤال المطروح في الساحة، طبعا أنتم يعني السؤال المطروح والجاد، وأنت يعني ملم من المؤسسين للحركة ومن الذين طبعا لهم دور كبير وباع طويل أيضا، وكمسؤول عن المكاتب الخارجية لحركة العدل والمساواة برئاسة الدكتور جبريل، بعد ما عدت الآن طبعا يعني أنت أصبحت جزء من الحكومة أو من الجيش الذي كنت تحاربه لأكثر من 10 سنوات في الساحة،
فماذا تغير الآن؟ كل المطالب وكل ما طرحته في دستور الحركة عند التأسيس أو ما أعلنت عنه في بداية، ماذا تحقق من ذلك دكتور زكريا؟ نعم، في الواقع اصلا عاده انه التفاوت تتفاوت مع الزول اللي عندك، ما هو شكله ما مع صديقك، يعني مع عدوك. احنا تفاوتنا مع العدو، حاربنا الحكومه دي 20 سنه، من 2002 لغايه ما جينا في اتفاقيه بتاع جوبا ده، وقفنا، عملنا وقفه لغنار ده. فعلا احنا حاربناه كثير، ماتوا مننا ناس كتار، ومن ضمنهم الدكتور خليل ذاته استشهد في القضيه دي. جينا للسلام، لكن الكلام اللي وقعناه توقيع على اساس عشان يطبقوا الكلام ده ونيجي للسلام حقيقي، الناس الحكومه ما طبقوا، ابو ما اصلا ما عندهم اي نيه بتاع تطبيق الاتفاق ده. هو عايزين يعملوا اتفاق بدون أي تطبيق. قدر ما عملناهم كده، ما وكل يوم بيطلعوا لك حجة بتاعت انه انتوا مشكلتكم مشكلة بتاعت المشكلة المادية، والقروش هسه ما عندنا، القروش عندكم في وزير المالية، شوفوا عنده حسابه شنو، ما عنده حاجة في جيبه، فشوفوا انتظروا، بس انتظروا لغاية ما نلقى قروش. ودي حجة كبيرة جدا، بيقول لك انا هنا كل معترفين بها الاتفاقية ده، كل اتفاق ده مفروض يطبق صح، لكن ما عندنا قروش. هم بيقولوا كده، مشكلتكم كله مشكلة قروش، ده السبب اللي خلانا هنا ما نطبق فيهم. واكثر زول جاهد في المجال ده للتطبيق ده مني اركون منه، وده اكثر زول بالمناسبة جرى ورا الموضوع عشان يطبق، ما قادر يطبق لانه الحكومه ما قادره تدفع قروش. عشان نعيد اللاجئين والنازحين الى اماكنهم، بيقول الباب مفتوح عندكم جيبوه. انت ما تقدر تجيب ناس توديهم بيوتهم اتحرقت، ابار بتاعتهم بتاع مويه اتحرقت، مدارسهم اتحرقت، كل شيء يعني اتمسحت من الوجود، تيجي تقول لهم والله قريتكم بدك تشيلوا بالعربيه، تجيبوا بعربات اليو ان، تجيب تقول لهم والله قراكم بدك تقريبا قريتكم بدك هنا كده انزلوا، ما ممكن. عايز لها على الاقل يكون فيها ابار بتاعت مويه، تجيب ناس، تجيب الاولاد، تجيب مدارسهم، تجيب لهم، تجيب في المستشفيات، لكن الحكومه ما دايره الكلام ده، وبيقول ما عنده قروش. عشان تحفظ الامن للكلام ده، عزلات الترتيبات الامنيه، يبدو تطبيق شغلانه دي في الترتيبات الامنيه. الحكومه ما عنده ابيليتي، انه ما عنده رغبه عشان يعمل الدكتور زكريا، طبعا مع احترامي لرأيك، طبعا انتم لما يعني تفاوتوا في جوبا، كان هناك يعني كانت هنالك دول راعية لهذا الاجتماع، وهي الذي وعدت بأن تمول يعني عملية دمج الحركات المسلحة أو يعني إعادة تأهيلها. المفروض الدعم هو الحكومة أساسا ما عندها يعني مبالغ كده مكدسة، إنما طبعا من يعني كانت تقود حرب والخزينة كلها كانت يعني فارغة. فلذلك يعني الآن أنتم لما دخلتوا قبل الضمانات، هي طبعا يعني التوقيع في 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 جنوب السودان، لكن هل يعني يعود ذلك الدول اللي كانت راعية لكل المفاوضات جوبا لأكثر من 8 أشهر، هل هي لم تفي بوعدها؟ ماذا حدث؟ لماذا تعثرت؟ يعني هل كان كل المسؤولية تحمل أنت الحكومة الآن، لكن ماذا عن دور هؤلاء الذين الرعاة؟ كان فيها أمريكا، كان فيها دول الخليج، كان فيها دول كثيرة جدا يعني، وهي التي أوحت بأنها ستتكفل بعملية إعادة أو عملية المسالح، هذه تحتاج ترتيبات أمنية وغير أمنية وكلها تحتاج إلى تمويل. الدكتور أمين، مدير أمين المالية أو وزير المالية، بيقول طبعا يعني هو يصرف الموجود. هل هذا يعود أيضا الدول اللي ضمنت عملية السلام فيه، هل هي تخلت
ولم تفي بوعدها، كيف تفسر ذلك؟ لا، الدول دي صح ما قدرت توفر القروش دي، ما مش ما عندها المشكلة ذاته. هو احنا كحكومة الموجودة في وقت ذاك، الترتيب الخطوات الماشي في اتجاه ده ما كان اتجاه بسر المانحين. المانحين ما ممكن يدوا قروشهم في حاجة هم يعني يودوا يكبوها في مؤسسة عسكرية. المؤسسة العسكرية الدول دي، الدول المانحة ما بترضى بالمؤسسة العسكرية هي اللي تحكم، تعمل انقلاب وتحكم دي، وهم رافضين انه يدفعوا قروش في حاجة يكبوا زي كأنه قاعد تكب برميل بتاعت موية في صحراء. فطلعوا من عسكرية، تعال نرجع لعسكرية تاني، طبعا الكلام ما ببقى. نعم دي السبب الأساسي، الدول دي ما دايرة تدفع قروش. دكتور، أنت طبعا عشت في ألمانيا كما ذكرت ودرست وعشت في المجتمع طبعا، وأنا يعني أعتقد أنه أنت أكثر من يتفهم عملية التحول الديمقراطي من حكم عسكري إلى حكم ديمقراطي. لكن الآن السؤال الذي ليس سؤالي، أنا حاورت عدد كبير من السودانيين من مختلف الأحزاب و مجموعة عبد الواحد والشعبي، كل هؤلاء حاورناهم. هنا طالما أنت يعني الآن من 2000 من 2019 بعد انقلاب أو الثورة 19 ديسمبر اللي قادت إلى التغيير، طبعا طالما أنت عارف وما تقوله أنت ويكرروه يعني مجموعة حركة العدل والمساواة على رأسهم الدكتور، لماذا تتمسكون أيضا الآن؟ طبعا أنت تعتبرت جزء، أنت تنتقد الحكومة ولكن أنت من الناحية العملية أنت جزء، عندكم وزراء وعندكم طبعا يعني ولاة من حركة العدل والمساواة، أنتم تشاركون هذا الحكم الذي تنتقده، ما الذي أجبركم للبقاء في أماكنكم طالما أنت يعني تقول هنالك ليس لا يوجد أمل في سبيل تحقيق ما تم الاتفاق عليه في جوبا؟ تفضل. نعم، احنا الخلانة موجودين قاعدين فيه عند استيل لغايه الان، عندنا امل انه نلقى قروش يطبق الكلام ده. يعني مشكلته مشكله القروش، واس انه لو ما في قروش، انا اتفاق الوزراء الموجودين انت تشوفهم ده ما جو بانقلاب عسكري ولا باحزاب سياسيه، وانما جو بطريقه بتاعت اتفاق جبهه. احنا عشان نشارك في السلطه دي نشارك كده، وعلى ضوء موقف الحرب، الحرب موقفوها يجيف الحرب، وبعد ده نشوف ماذا يبقى. وفعلا الطيران وقفت الحرب، الطيران اللي كان بيطير بدوق فوقنا ده وقفناه طيلة الفترة دي، الدبابات اللي كانت تطلع يوميا تضرب فينا ده وقفت. ستيل طبعا الحكومة، حكومة ذات حكومة القاعد دي ذات حكومة قديمة، ودي نفس الحكومة القديمة دي ذاته بوجوه تاني. بس فهم ما عايزين الحرب يقيف، بصراحة أنا أقول لك لا، من نيته ما داري يقيف الحرب، لكن إحنا موقفين الحرب ده ما عايزين حرب. شفناها، ما في سلام بيبقى بدون وقف الحرب. وقفنا الحرب، لكن هم من جانبهم ما عايزين الكلام ده. قدر ما نعمله هم بيحاول بقدر الامكان، بيحاولوا بيعملوا ما يمكن عمله الحرب دي تستمر. احنا الحاجه الوحيده اللي قدرنا عملناها الحرب بتاعت الطيران اللي كان بدوك فوق بالطيران ده بس وقفنا. انا اعتقد كده. وقفتوها في دارفور يعني تعني. اي وقف. الان واحد من المشاكل الاساسيه اللي في المنافستو موجود دي، اللي قمنا فيها من اجله، اللي ما يجي ما نجو للمرحلة اليوم ماشي السودان ما يجي، دي واحد من أساسيات المشكلة. احنا عارفين ان المشكلة دي جاي قدام، احنا قلنا يا جماعة المشكلة دي بيجي قدام، الحرب الحاصلة اليوم حاصل ده بيجي قدام، يعني بيجي. عشان كده كنا عايزين الناس دي يفهموا القصة دي، ما يمشي في اتجاه بتاع حرب، يقسموا السلطة والثروة بين الناس، يحاول يعدلوا عشان ما نجي للمرحلة ده. هم أصروا على الكلام ده، ماشيين في اتجاههم، قاعدين انه ما ببقى، احاول يتفاجئوا.
مع احترامي دكتور زكريا، طبعا انت يعني انا فهمت يعني ما قصدته، اوقفت القصف الجوي في دارفور، ولكن الان يعني القصف الجوي طبعا كان هناك جرائم ارتكبت ايضا ضد الشعب السوداني في دارفور وايضا في مناطق اخرى. الان وقفت القصف هناك، لكن ما حدث الان من تاريخ 15 ابريل يعني الى يومنا هذا، الحرب اللعينه الموجوده بين الجيش ودعم الصليح دخلت شهرها السابع، والقصف هو مضاعف الان، يعني دمرت الخرطوم الان بما فيها، اصبحت يعني تساوت مع الارض. فمع ذلك الناس، السؤال المطروح انا سالت عده من شاركوا، يعني حتى يعني من هم يعني في الدعم الصريح، حاورتهم. الان انت اصبحت حاصل تحصيل طبعا شركاء، طبعا طالما عندكم وزراء، الم يحن الوقت انه انتم تتنسلوا يعني على الاقل بتسريح؟ كل التسريحات التي ادلى بها الدكتور جبريل او يعني كوادر الحركه يقولوا نحن في موقف الحيل، لا يمكن ان تكون محايد وانت عندك يعني شراكه عمليه جدا والخزينه في يدك انت كحزب او كحركه. الان طبعا الناس يعني كيف حتبرروا انه بعد انتهاء الحرب انه انت يعني كنت في موقف حياد، ما عندكم اي ما حصل، ولكن في نفس الوقت لم تتخلوا عن مسؤولياتكم؟ لان انا دحين لما اذا ما مقتنع باي شيء اقدم استقالتي او انسحب من التحالف. الان الاخ حاورنا تقد عملوا مؤتمر استثنائي عشان يبرئوا ذمتهم، ويقول بالحرف الواحد قال نحن مشاركتنا في انقلاب 25 اكتوبر كان جريمه. تلازلت يعني المفروض كان يتوقع هذا الكلام، بدل ما يقول للتوقيت كان يقول للدكتور جبريل. الان انت كمسؤول، يعني انت الان انا قاعد اخاطبك اليوم وشويه شاد عليك، لانك انت من اسس هذه الحركه كما ذكرت، انت طبعا من اوائل، مش انت لوحدك، من مختلف توجهات السودان. وانا ذكرت يعني في كل يعني حواراتي مع توقيت أذكر دائما اجتماعات بلوتو. طبعا بعض الناس يصنف حركة العدل والمساواة بأن هي حركة أبناء الزقاوة وأبناء دارفور، أنا لكن شهاداتنا وتوثيقنا لتجربة حركة العدل، أنت كنت يعني حاضن لكل التوجهات الموجودة في السودان في ألمانيا. أنا ما أتهم حركة العدل والمساواة بالعنصرية، إنما طبعا الآن بقائها يعني في السلطة، يعني اقول لما اقول في السلطه، ما يعني غدا الدكتور جبريل ما يستطيع ان يقول انا والله بس كنت متفرج. هو طبعا بيحتل وزاره استراتيجيه جدا، ويعني مقدرات البلد الان في تحت امرته، او تحت حتى لو كان اسميا. الان يا دكتور انت كمسؤول ومؤسس لهذه الحركه، كيف تقنع كوادرك الان والناس اللي انت فتحت عده مكاتب في اوروبا وكنت الدينامو بالنسبة للحركة في أوروبا، أنت ومن معك طبعا من الفريق، كيف تستطيع أن تقنعوا بعد انتهاء الحرب بأننا كنا محايدين ولا دخل لنا فيما حدث؟ كيف ستواجه؟ نعم، احنا استيل لغايه الان محايدين بيعات المنطق. الحرب هسه حاصل ده بين الدعم السريع، قوات الدعم السريع والجيش السوداني، ما يسمى بالجيش السوداني بقى. كل واحد منهم بينادي باسم بتاعه زي ما عايز. ومدل احنا لا ما هذا ولا ما ذاك. نقول انا ما داير اقول، انا ما ممكن اجي اقول للجيش السوداني انا معاكم. الجيش السوداني اللي انا حاربته من سنه 2002 لغايه اول امس، انا ما ممكن اجي اقيف اقول انا معاكم هسه، انا ضد الدعم السريع. في كلام ما من الاستحاله. وفي نفس الوقت لانه ما يتغير في شيء، اللاجئين لسه قاعدين في الهجوم، النازحين لسه قاعدين في النزاع بتاعتهم، والمشردين دول كمان بالكثر. الدمج اللي حصلت في البلد دي، التدمير اللي حصلت في دارفور ولا في كردفان، حتى في النيل الازرق في شرق السودان، الكلام ده لسه اثاره موجوده، لسه موجوده. فما نقدر نقول اليوم انا صالحت مع الجيش، وده نفس الجيش ذاته. في نفس الوقت انا حاربت الدعم السريع، انا يوم من الايام حاربت الدعم السريع حرب من دروس، وحاربت الجيش السوداني، والاثنين اتفقوا مع بعض وحاربتهم ايضا.
الان هم بيناتهم جو يتفارقوا مع بعض بحاربوا، فمن الاستحاله انا اجي اقول انا صلاح تمام منهم عشان ارجع اجي اقول له انا معك انت ندافع نعم، عنك ونكسر ده. دعني اسمح لي بالمقاطعة. أنت الآن حاربت الاثنين، ولكن الآن أنت تقف في خندق الجيش. يعني هذا طبعا حقيقة الآن، لأن الجيش موجود وعندكم وزراء. أنا لم أسمع الآن في مجموعة انسحبوا من حركة العدل والمساواة، وشكلوا طبعا، حاورنا أيضا أحد اللي هو منصور أرباب، أفتكر واحد من كوادره موجود هنا، هذه حركة، وبرضه حاورنا الآخرين، هم تنسلوا الآن. الآن المسؤولية، أنا قاعد أحاورك وأشد عليك في أسئلتي، لأن الناس ما بتعرف الآخرين. لا، أنا لم أسمع بهم هنا أثناء التأسيس، لا منصور أرباب ولا أسمع بالآخرين. أنا عندما أتحدث عن حركة العدل أتذكر الشهيد دكتور خليل، وأتذكر زكريا، وأتذكر الشهيد ترقني، وتشهر الناس اللي انتم كنتم رعاة هذا الفئة. الآن انت يعني مهما حاولت ان تبرر يا زكريا، الناس طبعا ذاك بظروفه، الدكتور جبريل بظروفه طبعا وزير وداخل في المعمعة، لكن انتم العمود الفقري لهذه الحركة. الآن انت لما تقول انا حاربت الاثنين الآن، لكن اردت ام ما اردت، انت طبعا قاعد في طاولة، يعني مش مفاوضات، طاولة معناها اللي هي طاولة الحكومة، أو طاولة سميها ما شئت، طاولة الجيش. هذا طبعا المسؤولية التاريخية. الآن أنا كإعلامي حاورت، وبرضه حاورت مجموعة الدعم السريع، هم لم يتناولوا حركة العدل والمساواة بالسوء، ولم يتحدثوا عنها أبدا، إنما طبعا هذا الحرب مفروضة على الجميع، مفروضة على الجيش، ومفروضة أيضا على الدعم السريع، إنما من يحركوها هم اساسا اللي كنت تحاربهم انت في الاساس. والان انت اردت، ان لم ترد، كوادرهم وقادتهم موجودين يعني في السودان، وهم الذين يدورون من الخلف هذه الحرب. كيف تقول بذلك؟ نعم، أنا استيل لغاية الآن نقول لك الوزراء هذه جابته اتفاقية بتاعت جوبا، ما جابتهم الحكومة، ده الحكومة دي ما جابت الناس دي، جابته اتفاقيتنا بتاعت جوبا على حسب الاتفاق اللي عملناه ده، ومن بصدد وقفة لغنار عملناه، ده اللي جهة جابته. فإذا كان هم بيشعروا انه في جهة ما شاعر انه احنا يعني ما مفروض نشارك في الحكومة، معناه احنا طلعنا من اتفاقية بتاع جوبا، اتفاق جوبا ده بالنسبة لنا ان احنا زي القرآن كتاب المستور، ما عايزين زول يحبش في اي تغيير، حاول قدر الامكان حاول يغيره، احنا رفضناه اصلا ما يتغير، ما دايرين إضافة ولا دايرين نقصان، يزول ممكن نضيف إضافة لو في زي حاجة في أشياء نقصناها كان ناقصة، نحن بشر في النهاية، لكن لو في زيادة في زول داير يجيب لنا حاجة زيادة ما نرفض، لكن نقص ما بنرضى بها. ولعلمك الوزراء الموجودين الآن ما جابتهم الحكومة، ده حكومة ده لو إحنا ما محايدين كان شلنا سلاحنا جينا وقفنا معاه وضربنا الدعم السريع، لو احنا ما محايدين اللي كان مشينا على الدعم السريع وجينا ضربنا الحكومه ده الحكومه دي، احنا لا ما هذا ولا ما ذاك، لانه احنا مربوطين باتفاقيه بتاع جوبا، ودي بالنسبه لنا مهمه جدا. عشان كده يوم هم لغوا قالوا لا لا الاتفاقيه بتاع جوبا ما دايرين حكومه ده، ولا ده مثلا قال يا اخي ما دايرين اتفاقيه بتاع جوبا، احنا نكون ضده طوال immediately، نكون ضده ومن دي اللي اللغة العملية دكتور زكريا هي اتفاق الجوبة، يعني هي طبعا محفوظة وأصبحت من التاريخ، لأنه طبعا أنت تعرف يعني، وحاورناك أيضا في عدة لقاءات في دوحة وفي أبوجا، في مناطق، في أكثر من 30 أو 40 اتفاقيات كلها نقضت. أي التحجج في يعني في اتفاقية جوبا، الجوبة الآن يعني هي ذاتها أصبحت يعني مقسمة حول نفسها، هو نائب البرهان
والآخرين أيضا مجموعة كلها دخلت، يعني أصبحت التنافس الآن لم يكن فيه اتفاق الجوبة، عمليا بنودها الآن غير مفعلة ولا يعني. لكن الآن أذكرك ب أنت ومن معك من حركة مؤسسي حركة العدل والمساواة، رفعت شعار المهمشين ومنظمة أيضا منظمة المهمشين. أنت لما تقول الآن نحن في الحياد، ولكن في نفس الوقت الآن يعني لما تكون في الحياد أنت الدكتور جبريل رافق البرهان في اجتماع السابع في مجلس الأمن 78، وهو كان أكثر حضورا وتصريحاته ولقاءاته لا يمكن أن يكون محايد. هناك طبعا أنت شفت الشعب السوداني أو السودانيين المقيمين في أمريكا كلهم طلعوا مظاهرة وكانوا يطالبوا أنه يحال البرهان إلى محكمة العدل الدولية. أنت طبعا وجبريل أيضا، لأنه ما أقدر أقول أنا جيت كمحايد، هو طبعا أصبح جزء من المنظومة. الآن يا دكتور أنت طبعا عشت في السودان وشفت طبعا وذكرت أيضا أنت معاناة من حملتم من أجلهم السلاح عشان تخفف الظلم والضغط اللي كان موجود على أقليم دارفور والأقاليم الأخرى أيضا، لأن أنت طبعا حركة العدل والمساواة شاركوا فيها ناس من الشرق ومن النيل الأزرق من كل الاتجاهات. الآن أنت الحاصل، أنا لماذا قاعد أنا خاطبك بهذه اللهجة؟ لأنه أنت من رفع شعار المهمشين، الآن طبعا أنت قاعد تعمل من يعمل ضد المهمشين في الخرطوم. وهذا طبعا أنت ما تقدر تبرر تقول هذول وزراء يعني جو بموجب اتفاقية جوبا، حتى لو أجوا أي اتفاقية يعني الدوحة كانوا برضو من أجوا باتفاقية دوحة، وكان هناك عدد يعني مني كان برضو يعني مساعد الرئيس البشير حسب اتفاقيات معينة جدا في أبوجا. كل هذا طبعا له وقته. الآن السؤال الموجه، وهو طبعا أنا حأعطيك الفرصة تتحدث كما تريد، السؤال الموجود الآن، الحكومة الموجودة أو الجيش، أنت أوقفت القصف في دارفور، لكن دارفور لهم 1 مليون أو 2 مليون في معسكرات اللاجئين، لا زالوا يعني يعانون من شطف الحياة وكل حاجة. لكن الآن أيضا السودان بصفة عامة، هناك عندكم 6 مليون مشرد ناس يعني تركوا بلدهم. المنازل حس أنت تعرف عشت في الخرطوم أيضا، الخرطوم الآن لبنائها هتحتاج يعني قدرة تقادر كم 100 بليون. أنتم الآن طبعا واقفين وتقولوا هناك نحن يعني بموجب اتفاقية جوبا لا زلنا موجودين في السلطة. ألا تعتقد يا دكتور، أنت رجل مثقف ورجل عشت هنا وأنت تعرف طبعا، وكنت تحاضر في جامعات ألمانيا، أنا بتابع يعني نشاطك أيضا، وتتحدث عن التغيير وعن الديمقراطية وعن الظلم وعن الكتاب الأسود وكل ذلك، اليوم أنت كيف؟ أنا دحين أترك جبريل، أنت الآن كمثقف وباحث أيضا كيف تقبل بهذا الوضع؟ انت كلامك ده كله صح، لكن تعال انت المشي اللي من هنا السفر لامريكا بابدوها بخطوه. احنا جينا للسلام، كنا عايزين السلام باي شكل من كان، كنا عايزين البلد دي يمشي بطريقه صح. والله من داخل سويداء قلوبنا كنا عايزين بلد يمشي بطريقه صح، لكن عندنا بعض الاخوه اللي هي بالواضح نقول لك اخواننا اللي عاشروا الحكومات الفاتت دي كله، بالذات اخواننا من ناس الوسط والشمال، ما برضوا مش مشاركه التغيير كله ما برضوا قدر ما عملناهم، ما برضوا بالتغيير. انا يعني حواراتي الخاصه ونشاطي الخاص حاولت يعني بقدر الامكان حاولت اتفاهم معاهم، لكن ما برضوا بأي تغيير لاحظ. يعني أي انقلاب حصلت في السودان، محاولة بتاعت انقلاب الناجح والفاشل كله جاي من الشمال، الرؤساء بتاع البلد كله جود من الشمال، لازم يكون عندهم القرار بتاعت الرأس ده يكون عندهم هم في يدهم، دي اللي هم ده السبب الأساسي أصلا هم ما برضوا بيها. احنا بدأنا فيه
من أول مرة، والله أقول لك كلام، نحن أول اتفاق مع الحكومة السودانية والمفاوض تفاوض مع الحكومة السودانية عملناها في هولندا، بوجود وفد جاي من الحكومة السودانية. أذكر لك الأشخاص ذاته، فريق إبراهيم سليمان، صدق ودع، شفيق محمد أحمد، دكتور جبريل، أربع جوا عشان يفاوضونا. أنتم مشكلتكم شنو يا زول؟ بالطرف الثاني دكتور خليل، أنا، نصر الدين حسين دفع الله، إدريس أزرق، إحنا الأربع أربع قعدنا في وقت ذاك. لعلمك أنا قلت والله مشكلتنا بتاع السودان دي ما بتحل ما لم يهيكل المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية دي كله، المؤسسات العسكرية دي كله، الجيش، البوليس، والأمن، ده كله لازم يتهيكل. الكلام ده بيضرب على صميم اخواننا في الشمال، ما برضه ده السبب الاساسي لو جينا صح اليوم حرب مع دعم سريع، دي ذات دي المشكله الاساسيه، هي كده بتاعت المؤسسه العسكريه. احنا قمنا من دارفور جينا لغايه ام درمان، هسه بيقولوا مرتزقه، ما مرتزقه، ده مرتزقه، دكتور خليل مرتزقه، دكتور خليل لا، حتى دكتور خليل قال احمد ادم بخيت اللي هذا وزير ذاته، ده واحد من الناس الناضل في جنوب السودان، بيطلعوا شريط احمر ربطوا في رجلهم ايش من دبابين، هم كونوا الدبابين ده، دخلوا حاربوا جنوب السودان لغايه ما حرروا، طردوا المتمردين من حول جوبا، ده كله هم في النهايه بيقولوا لك يا اخي ده لما جاء دكتور خليل لغايه ام درمان قال مرتزقه. نفس الكلام ده حزب أمة لما جات 76 جات من الخرطوم من ليبيا معه ناس، حاولت أم درمان دخلوا وما دخلوا الخرطوم ما يتوفوا، طوال ديل قالوا مرتزقة، ديل مرتزقة، ديل جايين من برا، ديل تشادين، ديل نفس الكلام ده. قدر ما نقول يا جماعة ما كده، اتفهموا القصة دي، ناس الوسط ما برضو الكلام ده، عشان كده اي اخفاق حصلت يرجع السبب ده لاهل الوسط، الوسط والشريط الشمالي يفهم القصه دي. انا اقولها الكلام ده بالواضح ولا داير لا اثنين ثلاثه، اقولها بنفس عالي جدا، والاخطاء اللي حاصله دي كله جاي من اخواننا في الشمال، ما بيرضوا بالتغيير، واذا كان ما يتغير والله بلد ما بمشي صح. نعم دي انا اقولها كلام. دكتور زكريا، طبعا انا شاكر لك على صراحتك، وأنا واثق طبعا أنه ستجد حل في المستقبل، لكن المشاهد الآن نحن من خلال متابعتنا نحن لسنا طرف في هذا الصراع، إنما يعني الشعب السوداني شمالا وجنوبا ووسطا بالنسبة لنا هو شعب شقيق. لكن الإشكالية الآن الملاحظ الآن، يعني أنا طرحت عدة أسئلة على من حاورتهم في الأسابيع القليلة الماضية، إنه طبعا هناك أيضا الهامش، نسميه الهامش طبعا، يعني تحديدا دارفور وجبال النوبة والشرق، كل هؤلاء يعتبرون من المهمشين ولم يكونوا شركاء لا في الحكم ولا في الثروة. الآن هذه الحرب نشاهد طبعا أنتم تقاتلون بعض المهمشين، يقاتلوا بعضهم البعض، جزء منهم في الجيش وجزء منهم في الدعم السريع، وجبال النوبة طبعا بيغادي. الآن الإشكالية يعني أنه أنتم خلال ال70 سنة من 1956 منذ استقلال السودان، قضيتكم القضية الأساسية وتناولتها أنتم في الكتاب الأسود أيضا، هي عدم المساواة وعدم يعني توزيع الثروة والسلطة لدى الشعب السوداني. الآن كيف تنظر أنت يعني غدا؟ يعني كان هناك طبعا نداء في اجتماع لقاء المسؤولين في أسمرة، كان من بينهم مني أركوي مناوي ودكتور جبريل أيضا، يعني أحد البنود من بنود ما طلع من اجتماع أسمرة، وزيارة البرهان يعني أيضا تزامنت مع هذه الفترة، تكوين أو تأسيس حكومة مؤقتة. هل أنت طبعا الآن في وضع الحالي بالتشظي الموجود بالانقسامات الموجودة، هل أنت كمسؤول كبير جدا في حركة الآن تقبل بأن أنت تكون جزء من الحكومة المؤقتة؟ احنا
حكومة مؤقتة، حكومة لمدى الحياة. احنا حاجة المهم عندنا في الوقت الحاضر ان اتفاقية بتاعت جبل يكون موجود، بغض النظر نشارك بيات وزارات بيات مؤسسة بيات قيادات بيات دي ما الاشي الاساسي. احنا عايزين الاتفاقية دي يكون موجودة عشان ما نرجع تاني مربع بتاعت الحرب، مربع الحرب ده انا تاني ما دايرينه. عايزين الناس اللي بيجوا ده منو يجي ده ما بيهمنا، لكن بيهمنا انه اتفاقية بتاعت جوبا ده ما يتلغي وما في زول يحبشها. واحد يبدو يخط الاتفاقية بتاعت جوبا ده في نصب العينين، يبدو ينفذوا بالحرف. احنا عايزين ده بس، لو اتفاقية ده بتاعت جوبا ده انتهت ما عندنا فيه مشكلة. الحركة دي الاتفاقية اللي عملنا دي ولا حركة عدل مساواة والله بتكون من الشماليين، عندنا ناس استشهدوا والله شماليين، شوايقة شوايقة عندنا في دارفور كم، لكن جو من الشمال وشاركوا في الحرب ده وماتوا فيه. احنا ما دايرين يزول في زول يشعر بأنه هو مظلوم في داخل الحركة. واحد اثنين في داخل السودان ما دايرين زول يكون مظلوم، ما دايرين في زول يكون مهمش اصلا. في ناس عندنا من شرق السودان جماعته عندنا، عايزين الكلام ده يكون واضح لاي زول. الحركه دي ما بتاع الناس غرب السودان ولا بتاع كردفان ولا دارفور ولا بتاع النيل الازرق، الحركه دي للسودان كله. وعايزين كل الناس اللي قاعدين ده الان اي قرار نتخذه اهو، عملناه اخر حاجه عملناه مؤتمر الاستثنائي ده والناس اتخذت فيها قرارات، كل اي قرار ماشي يتخذ يجب عليه ان يكون كل الشعب الاعضاء بتاعت الحركه يكون انفولف في الموضوع ده، لازم يكون. ودي انا عايزين ده دايرين يكون حكومه مؤقته، ما في بلد بنش بدون حكومه، داير يكون حكومه مؤقته فبها، داير يكون حكومه بلا حكومه داير يخلوه يكون قاعد بدون حكومه على كيف، لكن اتفاقيه جوبا يكون موجود. دي واحد اثنين اي خطوه الناس يتخذوها ما عايزين يكون في جهه مهمش. كويس دكتور خليل، دعني انا الان يعني اعطيك فكره عن الحوارات جريناها مع عدد كبير جدا، معظمهم كانوا طبعا ضمن يعني اتوا عبر اتفاقيه جوبا، من بينهم الحريه والتغيير برضه اتوا بموجب اتفاقيه، هم كله كنت فريق يعني مكون من احزاب واتجاهات الامه وغير، كلهم يعني ساهموا، حتى الشيوعيين يعني هم جزء من اتفاقيه جوبا. لكن الآن من حاورتهم، عشان أعطيك فكرة، من حاورتهم الآن يعني هم يناشدون بإيقاف الحرب، واحد. وسألتهم أنا برضه حاورت يعني مستشارين في الدعم السريع، جبتهم وحاورتهم. الآن السؤال الموجود ليس اتفاقية جوبا، إنما طبعا معظم من حاورتهم مختلفين ومتفقين في الآراء بيروا أن هذه الحرب هي حرب عبثية جدا، وتديرها جهات يعني من الخلف، هي مرة يقولوا إسلاميين، مرة يقولوا المؤتمر، كل ذلك طبعا يعني خلافات فيها. لكن الآن أنا سألت سؤال مباشر لأخونا أحمد تقد والآخرين أيضا، إذا أنت تريد الحل يعني وتريد السلام وتريد أن تكون محايد، لازم تنظر نظرتك للجميع، ما تفرق بين هذا وذاك. الآن طبعا السؤال الموجود، الحكومة الحالية أو الجيش لا يريد أن يسمع كلمة الدعم السريع، وعلى أرض الواقع طبعا أنت كسوداني ومتابع للأحداث موجودين يعني حتى يعني يسيطرون في معظم في الخرطوم وفي مناطق أخرى أيضا موجودين. الآن السؤال يعني معظم اللي حاورتهم الدعم السريع، عفوا الحرية والتغيير، أو مثلا من أنشقوا من حركة العدل والمساواة، ما عندهم مانع يلتقوا ويتحاوروا مع الدعم السريع. أنتم الآن يعني موقف الدكتور جبريل ومن معه، أنت طبعا كقيادة في حركة العدل والمساواة وأنت كمسؤول يعني أيضا كبير جدا في هذه الحركة، ما هي المشكلة اللي أنتم الآن طبعا تحاورتوا أو يعني تقلدتوا مناسب حاصل تحصيل في الجيش
أو في الحكومة الحالية، ما المانع الآن أن تفتحوا صفحة حوار مع الدعم السريع؟ الدعم السريع وجزء من الجيش السوداني اصلا، ما في زول يقدر يمنع عنه. انا اخر زول تقريبا، اخر زول طلع من الخرطوم. انا يوم 15 4 الحرب ابتدت، الناس كله طلعوا 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 طلعوا، انا اخر زول يوم 20 8 انا طلعت من الخرطوم. الدعم السريع ده زول داير يمسح من الوجود كالضب. دعم السريع ده موجود ماسك الخرطوم ده كله. انا والله لغايه يوم 20، لغايه يوم 20 8 انا طلعت من الخرطوم ما شفت الجيش السوداني نهائيا. نعم. بلد كل شيء مسيطر عليه دعم السريع، فالزول داير يمسح دعم السريع من الوجود، ده كذاب، ده قاعد بينقض نفسه ساكت، ده كلام ساكت حقه. الناس تتجه الى اتجاه بتاع وفاق عشان نوقف الحرب ده. حرب ده لو ما وقف هيظل دامج يكون اكتر، بنية تحتية ده هينتهي، التركيبة الاجتماعية بينتهي، بيكون ما في اي حاجة. تأكد انه الناس اللي هسه بيقولوا لا ما دايرين دعم سريع، ما دايرين، بيجوا يوم هيمسكوا يد بيدينهم بيشهدوا في دعم سريع عشان يقعدوا معاهم. نفس الكلام ده الناس لما قامت ثورة في دارفور، الناس قالوا له لا لا لا، الناس اتفاوضوا فاوضوا فاوضوا، لا 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 يا اخي ما دايرين، ديل شنو يا اخي، ديل انا ننتهي من هسه ده بطريقة دي كده، لغاية ما جات انتهت الفترة هم بيقولوا ده، بقى ما في اي هنا، دكتور بقى ما في. أنا أشكرك طبعا، لأنه نحن الوقت حيداهمنا الآن. السؤال اللي طرحته على الأخوة تحديدا، تقول طبعا كان كبير المفاوضين في حركة العدل ومن القادة المعروفين ومن معه طبعا، طرحت عليه سؤال. يعني نعود إلى السؤال الأول اللي هو طبعا تأسيس الحركة بعد مجيء الدكتور خليل إلى أوروبا من هولندا ثم فرنسا ثم ألمانيا. أنا تابعت طبعا يعني من حمل هذه الحركة في التأسيس وسهر على تطويرها، يعني كوادر لا أقول كما يقول الآخرين هم طبعا أبناء دارفور، إنما من مختلف أقاليم السودان شاركوا معكم في بناء هذه الحركة حتى انتقلت إلى الميدان. أنا طرحت سؤال على أحمد توقيت، قلت له طبعا إشكالية الحركة ليس في الانقسامات اللي حصلت، إنما في التهميش اللي حصل في من أسس الحركة، اللي هم طبعا أنا يعني تشرفت بمعرفة كثيرين من السودانيين الذين كانوا يأتوا إلى ندوات ومؤتمرات في بلوتو، وأنت كنت كالنحلة طبعا بعدكم استشهد يعني في الميدان، وبعدكم يعني استشهد هنا في أوروبا. أنا سألت سؤال مباشر، قلت له يعني الحركة تسأل الآن لماذا همشت هؤلاء الذين أسسوا الحركة ليس في ألمانيا فقط إنما في كل أوروبا، وأنت مدير المكتب، هل شعرت يعني بعد عودتكم إلى الخرطوم أو يعني بعد اتفاق جوبا، هل شعرت أن الحركة جنت على أبنائها لمن أسسوا؟ أنا سألت أحمد وكان رده جميل جدا، يقول هو يعني متمسكين بتاريخ وتراث الدكتور الشهيد دكتور خليل. ألا تعتقد أن الحركة الآن بعد يعني دخولها للسوداء للخرطوم أو منظرمان كما ذكرت أنت، أن هي جنت يعني أساسا؟ لم أرى الآن من الذين أسسوا واجتهدوا وبنوا هذه الحركة، لم أراهم في الصفوف الأمامية، كيف تفسر ذلك؟ والله نعم كلامك ده في محله. أحمد توقت طبعا زور راجل قدير جدا وناضل، والله أنا بنعرف ونعرف نضاله قدريش الزول ده. كل السفريات اللي بيسافر كان من حسابه، من جيبه كان بيسافر. أنا بذكر يعني زول جوكر، جوكر للحركة. لكن لما جينا داخل
اختلافنا ايديولوجيا مختلفين ناسنا. في ناس عندنا كانوا في الحركة الإسلامية وجاءوا إلى الداخل عندهم حنين إلى العودة إلى الحنين بتاع العودة إلى الماضي. سماها ياسر عرمان إلى فردوس. أها ده فده وجود الإسلاميين الكتار اللي قاعدين في السودان برضه حوتوا حول الحركة وبيجوا يعني طلع شكل كده شكل ما جميل، ما الشكل اللي احنا اللي اتحركنا بيه. فدي واحد من الاسباب اللي هي ظهور بتاعت شعور بتاعت ناس انه تم تحميشهم كده. احنا ما كنا عايزين حاجة من الحركة وانما عايزين تغيير جوهري للنظام في السودان. فدي لو هم قالوا يا اخي تم تحميشنا ليه، ما الحق تم تحميشهم صحيح، انا نقول صح تم تحميشهم. سبب تحميش تم تحميشهم شنو؟ لانه حوطوا عليها ناس اسلاميين كتار حوطوا على الحركه كده دخلوا عليها وبيجي شنو الناس ما لابسين ما ماشيين بجلابيتهم اللي جلابيه العدل والمساواه الجينابو ذاك، جو طلعوا لابسين جلابيه ثانيه من الداخل جلابيه الحركه الاسلاميه ظهروا. دي برضو مشكله، واحد من اساسيات المشكله اساسيه، والشعور بان انت مهمش لانه بيجي الكيكه تمشي على الاتجاه ذاك ولا او السؤال والنقاش بيمشي على الاتجاه ذاك. يعني حتى لو ملاحظ حتى الناس هسه جارين ورا الحركة أنه لازم يشارك في الحرب، لازم يشارك في الحرب. الحرب ده الناس أي كلام ما قالوه الإسلاميين مشاركين فيه، ودي ما في اثنين ثلاثة ما في زول يقدر ينكر. فالضغط ماشي على اتجاه أنه الحركة لازم يشارك في الحرب ده، ما يقعد محايد، ما يقعد محايد. انت وزير يقول ما محايد، الوزاره ده ما جبناه بالجيش بتاع السودان وانما ولا جابت الحكومه دي، جبناها ان احنا باتفاقيه بتاع جوبا، عشان كده ما في زول يقدر يعمل لنا مساومه بانك انت وزير عليه انه لازم تحارب. الزول دار يحارب على شخصه يمشي يحارب، ما عندنا مانع، لكن كتنظيم كحركه العدل والمساواه لا نريد مشاركة الحرب. احنا عايزين الحرب الموجودة دا نوقفها، مش عشان نزيد تاني نزيد التين وبلة. دي المشكلة بتاعتنا. دكتور زكريا، مع احترامي طبعا، انا احنا طبعا عايشنا تأسيس الحركة ونشاطها، وكثير من الناس طبعا تجنوا على الحركة ووصفوها بأن هي حركة أبناء الزقاوة وما إلى ذلك، لكن الأرشيف المحفوظ عندنا في وكالة أنباء القرن الأفريقي يشهد بأن الحركة أكثر قومية، لأن أنا شاركت في عدة، وكنت طبعا أرى أنه نشاطكم حتى يعني موظفين في السفارة كانوا يشاركون في بلوت، وحتى وزير الأمن السابق قطب شارك، ومن الأحزاب المرحوم الدكتور الصادق المهدي أتى، كلهم شارك، الدكتور علي الحاج، كلهم هؤلاء شارك. أنتم لم تقصوا أحد، عشان أنت يعني هو من إقليم آخر. لكن السؤال الآن الموجود، أنا لماذا أركز اليوم هذا الحوار، هو حوار هام جدا معك. أنتم طبعا حاولتوا تحتضنوا كل حتى من جنوب السودان كانوا يشاركوا في بلوتو، لذلك أنت ومن معك من أسست الحركة تتحملون مسؤولية أكبر. أنا وجهت سؤالي للدكتور أحمد تقد، ورجل واعي ومثقف ورجل قانوني، فما هي المساعي الآن للملمة الشمل؟ أترك السودان الكبير هذا بتشعباته بأحزابه، أنت كحركة كمؤسسين الآن طبعا من حاورتهم طبعا يعني لهم آراء مختلفة، أحمد في أد أيوة. أنا من السؤال، أنت طبعا الآن كم يعني لم تتاح لي الفرصة عشان أحاب يعني أحاور الآخرين، في حاورت أحمد تقود، حاورت أيضا واحد من كمبالة. الآن السؤال، أنتم كمؤسسين
يعني تعتبر نفسك الأب الروحي بعد استشهاد الدكتور، وكثير من رفاقك طبعا استشهدوا في الحركة هذه. ما هي مساعيكم لم الشمل؟ طبعا هناك قرارات صدرت بفصل هذا وفصل هذاك، لكن أنتم كمؤسسين وتعتبروا الأم من الحركة يعني الأصل، ما هي مساعيكم الآن في لم الشمل؟ الخلافات طبعا موجودة والانقسامات موجودة، لكن أنت بعد الدكتور خليل أنا ما نعرفه عن قرب يعني تتحمل مسؤولية تاريخية كبيرة، ما هي مساعيكم الآن للم الشمل؟ لا ليس شمل السودان والأحزاب الثانية، يعني أفتكر الحركة كما شهدناها وعرفناها بأنه حركة قومية حركة تاريخية، ما هي مساعيكم دكتور زكريا؟ احنا ساعيين لغاية الآن، كلامك صافي معلول. احنا ساعيين ليل ونهار عشان نملأ محلات الفارغة ده، اللي الأخطاء اللي حصلت من كل الطرف. لو في طرف غلطان نفتش مع الغلطة وين، وفي طرف لو تمادى نرجع إلى مربع بتاعه، وساعيين عشان نبني البيت بناء جديد، او اتليست يقول نغير الوضع ده الى طريقه الى وجه احسن من اللي موجود هسه. ودي طبعا عمليه الصلح برضه بيلعب دور، احنا بقينا هسه في حكومات بتاع الزمن ده شغاله الليل ونهار، بيدفعوا قروش بغيروا عشان ينقلوا المعلومات الغلط لده، وفلان قال كده فلان عمل كده، فدي برضه بيلعب دور. عندنا اشياء كثيره ساعين والله ما واقفين فيه على اساس ان لما شمل، ودي لما نجمع المحل ده نخترق نحن وصلنا الى اي محل ان شاء الله. نعم شاكرين دكتور، ما أنا وقفنا. أعطيك فرصة أخيرة الآن على أساس طبعا أنت يعني رجل ملم بكل القضايا، ليس فقط حركة العدل والمساواة إنما الساحة السودانية كلها بتعج الآن بخلافات ومشاكل. السؤال الأخير الآن أنا طرحته أيضا، يعني أنت تحدثت بإيجابية عن الدعم السريع، ما هي الرسالة اللي توجهها؟ لأنه أنا شايف الدعم السريع الآن طبعا كثير من الأغاوي استهدفت ناس يهاجموه كثيرين جدا الآن، لكن أنت ذكرت يعني كلمة قلت لا يستطيع أحد أن ينفي وجود الدعم السريع، وأكدت أيضا ما أكدته وسائل الإعلام العالمية أيضا بأنها تسيطر في أجزاء كبيرة جدا في الخرطوم. أنت الآن ما هي رسالتك للدعم السريع؟ ماذا تطلب منهم أنت كحركة الآن؟ وما يجب أن يكون، لأن هم كلهم يتكلموا بإيجابية، أنا من استضفتهم من الدعم السريع تكلموا بإيجابية عن اتفاقية جوبا، تكلموا أيضا يعني قالوا هذا طبعا شيء إذا في شيء إيجابي تم في تجربة السودانيين هو طبعا اتفاقية جوبا كانت من أحسن، هي اللي أعادت الأمور إلى نسابها الحقيقية وألقت الحركات السلاح وعادت للتفاوض للسلم. ما هي كلمتك الآن للناس اللي حاملين السلاح الآن ويتقاتلوا فيما بينهم؟ بالنسبة للحرب، أنا بالنسبة لي للمقاتلين ما بعدهم يوقفوا الحرب ده، دي واحد. اثنين، على الكثير من الداء، أنا قبل ما أمشي لاتجاه ذاك نكلمك بالواضح هنا، على الشارع السوداني والإعلام السوداني واللي حاكمين الآن، عليه أن يفهموا أنه الموضوع اللي بيقوله كل مرة يقولوا لك، يقول مرتزقة مرتزقة مرتزقة، الناس دي مرتزقة، وديل تشاديين، وديل من وين، دول جايين من النيجر. الكلام ده غلط. دي أول حاجة أنت لازم تعترف أنه الناس السودانيين، أقول لك بالواضح الناس السودانيين والله أنا أبا وأما طردتهم القهر الاجتماعي والاقتصادي بتاعت السودان ده، مش اشتغلوا في النيجر، اشتغلوا حجر، مش اشتغلوا في ليبيا. الحرب ذاته طردتهم، ودتهم تشاد، اللاجئين اللي قاعدين في تشاد ده ودتهم شنو؟ ودتهم الحرب. نعم اللي قاعدين في اريتريا ودتهم شنو؟ القهر الثقافي والاجتماعي الاقتصادي الموجود بتاع السودان ده، ده ودتهم هناك، والامني ده، ده ودتهم في اريتريا بنفس القدر زي اللي موجودين في اثيوبيا، في جنوب السودان، حتى في جنوب السودان. والان اللي مشوا في مصر ودتهم شنو؟ عدم الامني ده اللي ودتهم، القهر الاجتماعي دي ذاته هنا ذاته، القهر الثقافي والامن اللي هنا ذاته موجود، ديل ودتهم الناس ديل الان عشان يرجعوا يجوا
الزول لازم يجي بلده اللي قاعد في ليبيا ده، يمشي يشتغل يقول له املا اوراق، يشوف ورق ده يقول لا لا انت جنسيتك مكتوب على جنسيتك، جنسيتك شنو؟ ما ليبي، بيشرط ورقته بخلوه. ايش الشات داري يملا ورقه، داري يقول يشتغل وظيفه معي يقول له انت ما تشادي، يشيل ورقته جدا. اللي في النيجر بعمله زي ده، في ليبيا زي ده، في مصر زي ده. الناس استغلوا نفس الكلام ده، يفهموا القصه دي. الناس السودانيين، الناس الموجودين في السعوديه، في ناس مشوا سنه 74 ولدوا زوجوا ودوا لهم زوجاتهم هناك، ولدوا اولادهم بقوا 7 8. الزول ما بقدر بيجي يجي كل مره اجازه ب 10 تذاكر، فبقى شنو؟ الام والابو بس، لو في مناسبه بيجي الام بجنة صغيرة والولد، وهكذا. الاولاد اللي قاعدين يتربوا في السعوديه وفي الخليج كله، وما عندهم اي معرفه عن السودان، معرفتهم من الخريطه بس، من الجواز الاخضر بتاع السودان ده بس فقط. فلذلك الناس يفهموا القصه دي، انه اللي مولودين برا ده برضه سودانيين. الان لما جاء زول قال انا عايز ترجع السودان، تمشي تحرر اوضاعكم في السودان، كلهم جو جارين، كلهم جو الجو بموتوا ده بالمناسبه، بس كلهم سودانيين اللي في دعم السريع ده. عليه الناس تعمل اكستابل للناس ديل، يشيلوهم يعرضوا بيهم ويدوم الفرصه انه كانه لم يكن شيئا، يقول ده السودانيين يعرفون حقا، عشان نبدا من زيرو ون. واحد اثنين، الحكومه السودانيه لازم يعمل ترتيبات الامنيه بطريقه صحيحه، يهيكلوا الجيش عشان الناس تكون المؤسسات العسكريه دي كله الناس تدخل بالتساوي، عشان اي زول يشعر انه هو سوداني. دي لو حصلت انا متاكد انه ما في حيكون فيها اي حرب. الحرب اللي هسه قاعده، لو حكومه اكسبتت انه يستوعب الناس دي، يمشي في اتجاه بتاعت انه الترتيبات الامنيه يعمل بطريقه صحيحه في كل الاتجاهات، يقسم السلطه والثروه لكل الناس بالتساوي على حسب الكثافه السكانيه، بطريقه بتاعت فيدرالي حقيقي، بطريقه فيدراليه حقيقيه، يعني ما حاجه بتاعت مكتوب في الورق. ده لو حصلت انا متاكد انه الحرب دي هتجيف، وعليه ان الناس الدعم السريع ما عندهم حاجه اصلا يحاربوا اكثر من ما كون عايزين عداله. لو في عداله في البلد ده خلاص، الجاي من ليبيا يجي زي زي زول، الجاي من نيجر يجي يقعد زي زي زول، الجاي من اريتريا يجي يقعد، الجاي من اثيوبيا يجي يقعد، اللي جاي من مصر يرجع يجي يقعد، واللي جاي من سعوديه ولا من دول الخليج، واللي جاي من الماشي من المانيا، اولاد هسه جو من خليج عاشوا في المانيا، هنا في المانيا اجانب، في السعوديه اجانب، في السودان اجانب لانه ما شافوا السودان، في المانيا اجانب لانه شايلين اوراق سودانيه، في السعوديه لما كانوا قاعدين في اجانب. فلذلك الناس تفهم القصه دي، حقه عشان نفتح الخط ده لكل الناس احسن، كان يكون ما في اي سبب. الدكتور زكريا كان اليوم من المفترض يشارك معنا في هذه الحلقة الدكتور فضل عامر اندوسة، لكن لأسباب طبعا في الطريق لم يتمكن، لكن في المرات القادمة سيكون عندنا لقاءات. الآن سأعطيك فرصة دكتور زكريا، لأننا نحن تحدثنا عن المؤسسين لهذه الحركة وعن يعني بعضهم استشهد، ذكرنا طبعا أخونا الترجني اللي استشهد هنا في ألمانيا وآخرين. طبعا الآن فترة طويلة، الآن أنتم دخلتوا في معمعة العمل السياسي وبعدكم عاد إلى السودان أخونا الفضل وأنت والآخرين أيضا، يعني تركت ألمانيا، هل أنت على تواصل مع من أسس معك هذه الحركة، وماذا تقول لهم ككلمة أخيرة؟ طبعا لأن هم كلهم بيغرقوا الإعلام، وكما تفضلت أنت الإعلام طبعا يعني كله يعني وسيلة إعلامية لها أسلوبها ولها طريقتها، فماذا تقول لهم؟ لأن شعرت بأن كثيرين ممن التقيت بهم غاب عن المشهد السياسي، الآن الكوادر والمسؤولين اللي ظهروا في الشاشة غير من التقينا بهم قبل 20 سنة أثناء التأسيس هنا في ألمانيا. ماذا تقول لرفاقك والذين أسسوا معك؟ وأنت تعرف طبعا 24 عند المؤتمرات هذا كثير من الذين أسسوا هذه الحركة لم يحضروا المؤتمرات لأنهم كانوا دائما في يعني في خدمة الضيوف من المطار، تذكر من فولوتو إلى مطار هانوفر إلى كل التضحيات اللي قامت هؤلاء، لم يذكرهم الإعلام، إعلام الحركة تحديدا، ولم يعني يذكروا أيضا
من قام بالتأسيس وتحديدا في دولة ألمانيا، ماذا تقول لهؤلاء أستاذ عشان نختم الحلقة يعني بكلمة أخيرة منك؟ والله ناسف ناسف للكلام اللي حصل ده كله، لكن انا اتمنى انه الناس وانس انه احنا ما غيرنا البرنامج بتاعتنا، برنامج اللي هي قمنا من اجله، من اجله قمنا للثوره ده، ما اتغيرت حق الناس تتريث، ولسه العمليه ده ما بتتغير في عشيه ضحاها، حق يكونوا يطولوا بالهم ويكونوا قاعدين لسه. يعني انا ما استبعد ذلك، ناس احمد موسى من الناس اللي بذلوا جهد كبير جدا في العمليه ده، ادريس ازرق، نصر الدين حسين دفع الله، فضل عامر، احمد هاشم، يا زول الناس دي كتار كتار، محمد زكريا ترجوني الله يرحمه، كتار 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 كتار. ونحن واحنا نشكر يعني قناه هورن افريكا ايضا، مساهماته كانت عاليه جدا طيلة الفترة ده، يعني كان مرافقنا في كل المناسبات دي، نسأل الله له جزاء، يعني شكر الجزاء. يعني احنا طريقنا طويل، احنا لما قمنا بالكلام ده في يوم من الايام احنا كنا ماشيين في من باريس جايين جاي، احنا خمسة ما اعرف الله يرحمه ثلاثة ماتوا، هسه اثنين قاعدين، انا ودكتور اخونا ادريس نور الدين ادريس على قيد الحياة. اي نعم، ترجوني توفى، ترجوني اسمح لي توفى. دكتور زكريا عشان نرحب بضيفنا استاذ الدكتور فدل، يعني التحق الان فدل عامر. أهلا مرحبا بك استاذ فدل. الدكتور، هل تسمعني الدكتور؟ نعم، هو التحق بنا الان، تفضل يا قاعد يظبط الميكروفون. انا الليله دكتور الحلقه شويه حتطول لانه انا شايف صورته، التحق بنا الدكتور فدل عشان نعطيه الفرصه قبل ما نختم البرنامج، حنعطيه الفرصه. قاعد يحاول على أساس يلتحق بنا، طبعا يعني إنه شافه في الطريق. كويس يا دكتور، الآن طبعا حتى يلتحق بنا الدكتور فضل عامر أندوسة، هو أيضا موجود في الطريق، ولكن نسأل، قاعد يحاول أن يلتحق بنا. فلذلك يا دكتور، نحن باستمرار يعني تابعنا نضالكم، و يعني كان ابتلاءات كثيرة جدا، وكل الحركات السياسية طبعا تمر ب ب منعطفات منعطفات يعني كثيرة جدا، لكن طبعا الأهم ونحن لا ننسى التاريخ، بأن التاريخ طبعا يعني لسه تجربة الحركات المسلحة في السودان لم توثق إلى يومنا هذا، فلذلك نحن ننتظر. مرحبا أستاذ فدل، هل تسمعنا الآن؟ أستاذ فدل، نعم، واصل الدكتور حتى يضبط الصوت حتى نسمع صوت الأستاذ فدل. اي فاحنا يعني مساهمات بتاعت هورن الافريقيا برضو ما كان يعني بسيطه، مرافقنا يعني احنا في كل المنعطفات بتاعت الحركه وكل النشاطات بتاعت الحركه كان معانا، نحن لا ننسى يعني جميلهم، وهم كان ناس اصلا القاده بتاعت هورن افريقيا ذاتهم كانوا مناضلين زينا، يعني احنا ناضلوا، وعشان كده رفضوا انه اي تحميش لاي بني ادم، كان رفضهم يعني كانوا فعلا كلام اللي كان بيعملوه من داخل قلوبهم، يعني مش عشان بيرجوا مننا حاجه ولا بيرجوا مننا الشكر، وانما كانوا مؤمنين ايمان قاطع انه رفضهم للظلم. فنحن والله لغايه الان رفضنا للتحميش لاي ظلم بنفس المبدا ده، احنا رافضين يعني التحميش ده لاي ظلم، ونتمنى انه الناس يعني تفهم القصه دي وتتعامل معانا باعتبار انه احنا لغاية الآن ضد الحرب.
نعم ضد الحرب، ما عايزين اي حرب، اليوم عايزين الحرب دي يجيب قبل بكره. الآن يا دكتور، أنت طبعا في حديثك طبعا سنحاول نقسم الحلقة هذه إلى قسمين حتى يلتحق بنا الدكتور فضل. بعد يعني قبل 3 أشهر تقريبا، الفريق برهان غادر الخرطوم أو القيادة العامة في الخرطوم، وتوجه إلى هو ووزرائه طبعا توجه إلى برسودان، وأنت طبعا يعني شاركت في الفترة الأخيرة أيضا في مؤتمر الحركة الاستثنائي في برسودان. ألا تعتقد الآن طبعا من الناحية العملية، أنت ذكرت أنه بعد يعني أثناء مغادرتك الخرطوم لم يكن وجود مكثف للجيش، هل تعتقد أنه طبعا برسودان ستكون عاصمة بديلة للسودان؟ هل تعتقد ذلك؟ لا لا لا، ما بكون عاصمة، بكون مؤقت فترة إلى حين يجي السلام، والناس جارية الليل ونهار عشان يوصلوا لمرحلة السلام، ويرجعوا الناس إلى خرطوم وضواحيها عشان يبنوا بيوتهم ويكونوا، يبدأ الحياة يبدأ من الخرطوم يبدأ. لكن الآن ده كله مؤقت، كله مؤقت يعني، بطريقة إلى حين قيام أنا إلى حين جيت السلام. ف ما أعتقد أنه برشلونة يبقى عاصمة لمدى الحياة للسودان، لا أعتقد. لكن السؤال المطروح الآن، كل فعاليات يعني لنقل مثلا الدولة الخارجية، الوزراء، المالية، كلها انتقلت إلى برسودان. هل يعني الآن طبعا يعني حاصل تحسين، وهذا الواقع الموجود على الأرض، طبعا الخرطوم تحولت إلى مدينة يعني فيها حرب. هل سيحتاج هؤلاء الآن الحكومة المؤقتة أو الموجودة، الوضع الحالي اللي أنت وصفته بالمؤقت، هل سيحتاج إلى جوبة ثانية حتى يعود إلى الخرطوم؟ كيف ستحل هذه المشكلة؟ لأنه الآن الحاصل الموجود 80 أو 90، من قال هناك 90% من الخرطوم العاصمة وأطرافها، الدعم الصريح هو المسيطر في مداخل ومخارج هذه الدولة. لكن أنا لم أسمع أبدا يعني الحكومة ولا قائد الجيش يكون في منطقة ثانية يعني والحرب تدور في الخرطوم. كيف يعني، هل هذا مؤشر يعني انه يعني كيف، انا لا اعرف، لا ادري له تفسير، انه في ظل وجود حرب غائد العام للجيش ينتقل من ارض الحدث الى مدينة ثانية او اطراف يعني برسودان. كيف تنظرون انتم في حركة العدل والمساواة لهذه الاحداث الان؟ الجيش ما بالضرورة يحكم بس بالقائد، يعني الجيش ما بحارب بالقائد، قائد الجيش بس. لكن بالنسبة للجبهة الثانية، اوريدي ما جدة جبهة ثانية بقى، اصبح التفاوت هسه في جدة. نعم لذلك انا اعتقد انهم ماشيين على الاتجاه بتاع جدة، ده شيء قد يكون نقول كومبلسري، يعني في اجباري انه يمشي على الاتجاه بتاع جدة من الطرفين كله، هيمشوا جدة، هيتفاوض في جدة وينتهي في جدة. أنا لقيت القادة اللي اشتركوا في جدة، لقيتهم أنه السعوديين والبتاعات كلهم يعني متفائلين على أنه الحرب تنتهي في جدة إن شاء الله، ونتمنى ذلك يا أخي، عشان لأنه عملية الحرب دي ما مجد. أنا كان حرب ينفع، أنا 20 سنة حاربت أشوف. احنا من قمنا احنا يا اخي عبد القادر حمدان، انا نشأت في حرب وماشي اموت في الحرب، يعني الحرب من 56 ابتدت، 55 56 ابتدت، جينا لغايه 10 سنوات بتاعت نميري ذاك، بس وقفوا الحرب 72 ل 83، بس دي الفتره بتاع السلام، بعديه تاني ابتدت الحرب ولليوم. انا اتمنى انه أنا معك يا دكتور، لكن الآن السؤال المنطقي، نحن طبعا حدثنا في هذه القضية مع عدد كبير من السودانيين، هم أطراف طبعا في النزاع. الآن طبعا طالما يعني أنت أكدت، وكثيرين أيضا ممن حاورناهم أكدوا بأن الواقع الموجود الآن على الأرض أن الدعم السريع قوة يعني ضاربة جدا، والآن هي تسيطر في معظم الخرطوم، في أطراف يعني في ولايات ثانية. الآن طبعا طالما الأمر كذلك،
هناك طبعا الجيش مصر انه يفرض شروطه، هذا طبعا التصريحات اليوميه. انت طبعا في موقف اساسا يعني موجود خارج ارض المعركه يعني، او مثلا حتى في الخرطوم. الا تعتقد ان ذلك يصعب الوصول الى تفاوض والى ايقاف هذه الحرب، عندما هناك مجموعه موجوده في، لا نريد ان نسمي، في دول خارج السودان طبعا يفرضون شروطهم، ويعني ويعملوا يملوا على المحاربين الان ما يجب اتخاذه وشروطهم، حتى اسباب تعثر المفاوضات في جده هنالك شروط اعجازيه يقولوا الان حتى يعني نصل لتفاهمات على الدعم السريع ان ينسحب. ينسحب كيف يعني؟ بعدين ايش الضمان انه مثلا لما ينسحب الان ايش الضمان اللي يعني ما تكون في مشكلة جديدة جدا في السودان؟ بالنسبه للزول، الناس اللي بحاربوا دائما عنده اي زول بيعمل عنده شروطه. الشروط بتاعت المحاربين دي كله بقى يعني جليد، بس ما تسمع كلام اللي بيقولوا لازم يطلع من الخرطوم ويطلع من البيوت وياتو يطلع من المؤسسات بتاعت الدوله، يطلع من والجيش السوداني برضه ما قاعد داخل مؤسسات، وقاعد مؤسسات بتاعت الدوله. الجيش السوداني مؤسسات القاعدة بتاع الدولة أصلا، ما في زول يقدر يقول لي أطلع من المؤسسة دي. كلام ساكت، ده كله كلام يعني طير في بعقير. كان جول للسلام جد كده، وفي ضغوط حصلت كله بيعمل أكسبتابل للتاني، كل زول بيرضى للشروط اللي توضع ضغط، بس ما في ضغط كده، ضغط عالمي عشان يخط كل الناس في مربع بتاعه. لكن لو في ضغط صحيح كده، انا متاكد بيرضوا كلهم بيرضوا للواقع، ولا الواقع لا فيها شروط لا فيها انا دكتور، ودعم شركات. نعم دكتور زكريا، أنا آسف، يبدو أن هنالك خلل فني، الدكتور داي عامر لم يتمكن من الالتحاق بهذا دخول. الحديث، لأنه اوكي ذكرنا الوقت الآن أن الوقت المحدد كان ساعة، والآن طبعا يعني نكتفي بهذا القدر، نحاول أن نعيد اللقاء مع حتى محمد هاشم لو وصل أيضا، أي نعمل حلقة أخرى في قادم الأيام إن شاء الله. وإذا إن شاء عندك الله. كلمة أخيرة طبعا، ولأنه طبعا انتظرنا أكثر مما ينبغي، في خلل فني لم يتمكن، ظهر في الصورة لكن بعدها لم يتمكن الالتحاق بنا، فإذا عندك كلمة أخيرة تحب أن تقولها حتى مثلا نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا على القناة هورن أفريقيا، وشكرا للمستمعين والمشاهدين. وأمنيتنا الوحيدة هسه عايزين السلام، والناس كلها تتجه إلى اتجاه بتاعة السلام، يضربوا النجارة بتاعة السلام ده عشان الناس تمشي الاتجاه بتاعة السلام، لأنه السلام هو اللي أساس بتاعة الشغلانة ده كده. إنه يعني ما في حل تاني غير السلام، وما في حل تاني بدون ما نستوعب بعضنا البعض. بارك الله فيك. طيب شكرا مشاهدينا الأكارم، نأسف لعدم تمكن الأستاذ الدكتور فضل عامر الدوسة، لأنه طبعا هناك يبدو أنه خلل فني وهو خارج، يوجد في المطار في الوقت الحاضر، لكن سنعيد معه اللقاء مع آخرين أيضا من قادة ومؤسسي حركة العدل والمساواة. بهذا ينتهي لقاءنا مع الدكتور زكريا محمد من ألمانيا، وحتى نلقاكم في برامج أخرى، نستودعكم الله أنا وزملائي فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.